بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعه. النهارده هنتكلم على الانتربتس بروجرامنج في ال H51 based مايكرو كنترولرز، ودي سلايد 418 في السلايدز بتاعت كتاب مزيدي. هنبتدي واحده واحده. طبعا احنا عندنا طبعا فكره عن الانتربتس، اتكلمنا قبل كده على ان في نوعين من انواع الانبوت اوتبوتس، يا اما انتربت انبوت اوتبوت يا اما بولينج انبوت اوتبوت. وفي حاله الانتربت ده بيكون اكسترنال اور انترنال ايفنت، يعني حدث خارجي عن المايكرو كنترولر او داخلي من جوه المايكرو كنترولر بيخليه يحصل له انتربت، وبالتالي بيسيب او بيكمل اخر انستراكشن هو بينفذه وبيروح ينفذ اللي احنا سميناه انتربت سيرفيس روتين او برنامج خدمه الانتربت. حدث خارجي يعني ايه؟ يعني سنسور جاي من بره مديله انبوت، او سويتش بيتضغط عليه خارج المايكرو كنترولر، واكوردنج للايفنت ده بيبتدي المايكرو كنترولر ان هو يستجيب. او انترنال ايفنت مقصود بيه مثلا زي ما هنشوف تايمر اوفر فلو او سيريال انتربتس، يعني في بعض الحاجات جوه المايكرو كنترولر ممكن تؤدي انه يحصل له انتربت. احنا ما خدناش التايمر ولا السيريال لسه، ما اتكلمناش عليهم، فهنفوكس في البرزنتيشن بتاعت النهارده ان شاء الله على الاكسترنال انتربتس. A single microcontroller can serve several devices by two ways، زي ما قلنا يا اما عن طريق الانتربتس. وفي الحاله دي whenever any device needs its service the device notifies the microcontroller by sending it an interrupt signal. وده اللي حاصل مثلا امثله زي بنشوف في حياتنا اليوميه، زي مثلا ريموت كنترول بتاع الديش او التلفزيون. هو المايكرو كنترولر اللي جوه الريموت دلوقتي في حاله ايدل ستيت او سليب مود، ما بيعملش اي حاجه، واول ما انت بتضغط على سويتش من السويتشات بيبتدي يحصل له انتربت، فيبتدي يحصل له حاجه اسمها ويك اب فروم سليب، يصحى يعني من نومته، ويبتدي ينفذ حاجه اسمها انتربت سيرفيس روتين. والانتربت سيرفيس روتين في الحاله دي بيكون ان هو يتشيك على الكيز الموجوده في الريموت ويعرف انت ضغطت انهي كي منهم، واكوردنجلي يطلع انفراريد سيجنال مقابله ليه علشان تعمل اكشن في التلفزيون او الديش ريسيفر. ده بالظبط اللي بيحصل، وبعد كده يروح يخش في سليب مود تاني. Upon receiving an interrupt signal the microcontroller interrupts whatever it is doing and serves the device. طبعا في حاله الريموت هو ما بيعملش حاجه، هو اوريدي في السليب مود، بس في بعض الاحيان لا، المايكرو كنترولر بيعمل تاسكات معينه، ولما بيجي له انتربت بيعمل بوست بون للتاسكات دي ويروح يسيرف الانتربت، وبعد كده يرجع يكمل اللي كان بدأه او نهى عنده. The program which is associated with the interrupt is called interrupt service routine ISR، او بساعات بيسموه interrupt handler. الطريقه الثانيه في الانبوت اوتبوت هو البولينج، والبولينج في الحاله دي المايكرو كنترولر كونتينيوسلي مونيتور ذا ستاتس اوف ا جيفن ديفايس، يعني المايكرو كنترولر فور ايفر قاعد يتشيك على حاله سويتش مثلا، السويتش ده طول ما هو هاي يتشيك عليه تاني وتالت ورابع لحد ما السويتش ده يتضغط فبالتالي يبقى لو او تتغير الستيت بتاعته، ساعتها يبتدي يحصل انتربت المايكرو كنترولر ويروح ينفذ انتربت سيرفيس روتين. Whenever the condition is met it performs the service. After that it moves on to monitor the next device until everyone is served. ده في حالة لو انا عندي اكتر من device واصلين والمطلوب ان انا اقرا inputs منهم او اعمل لهم service. Polling can monitor the status of several devices and serve each of them as a certain condition are met. The polling method is not efficient. اكيد هي مش طريقة efficient ان احنا نعمل interfacing، لان ده المايك كنترولر busy all the time بevent ممكن ما يحصلش، والجانب التاني ان هو already لو انت عامل portable device بيبقى battery operated فانت كده بتستهلك البطارية على الفاضي. Since it wastes much of the microcontroller time by pulling devices that don't need service. وأبسط مثال يعني هنشتغل عليه عشان موضوع البولينج ده هو الانستراكشن JNB TF, target على سبيل المثال. ده انستراكشن بتشيك على TF مثلا، ده اسمه تايمر فلاج. NB يعني not bit يعني بزيرو، طول ما التايمر فلاج بزيرو روح لتارجت، وتارجت ده غالبا هو نفس اللاين اللي انت فيه ده، يعني يفضل forever checking TF flag، طول ما هو زيرو هو بيفضل يتشيك عليه مرة وتانية وتالتة وهكذا. اول ما TF بقى 1
كونديشن ده بقى فولز، وبالتالي ما يروحش التارجت ليبل دي ويكمل البروجرام بتاعه. The advantage of interrupts is that the microcontroller can serve many devices, not all at the same time. يعني موصل اكتر من ديفايس على الاكسترنال انتربتس بتاعت المايكرو كنترولر، واي واحد فيهم يبتدي ان هو يعني الستاتس بتاعته تتغير، يحصل انتربت المايكرو كنترولر فيروح ينفذ الانتربت سيرفيس روتين الاسوشيتد مع الانتربت اللي هو ايه اللي حصل. Each device can get the attention of the microcontroller based on the assigned priority. هنعرف ان في حاجه اسمها priority او الافضليه في تنفيذ الانتربتس. يعني ممكن لو اتنين انتربتس حصلوا في نفس الوقت واحد يتبدى عن التاني في التنفيذ. For the polling method it is not possible to assign priority since it checks all the devices in round robin fashion. الحالة دي الموضوع ده موضوع البريوريتي مش وارد في موضوع في البولينج ميثود اوف انترفيسنج، تمام؟ لان انا ما اقدرش ان انا اعمل بريوريتي، هو بيتشيك عليهم زي في تشين كده، بيتشيك على الاولاني وبعد ما يتشيك على الستاتس بتاعته ما لقاهاش اكتف يروح على التاني والتالت والرابع وهكذا. فبالتالي ممكن الديفايس المهم بالنسبه لك اللي هو يعني التوب بريوريتي يبقى في اخر التشين، وبالتالي ممكن ان يطلب ان هو يتعمل له سيرفيس بس الدور ما جاش عليه، فطبعا دي تبقى مشكله جامده جدا في السيستم، مثلا زي بروسيس بلانت اندستريال او حاجه فيها سناسر مسؤوله عن درجه حراره غلايات او whatever تشيك على باور او whatever اي حاجه تانية. The microcontroller can also ignore mask a device request for service. It is not possible for the polling method. في حالة الانتربتس انا اقدر اعمل ماسكينج او بالسوفت وير اقدر الغي الانتربت ده لو جه ما يشتغلش. For every interrupt there must be an interrupt service routine. زي ما قلنا interrupt service routine او ISR ده هو عبارة عن روتين اليوزر بيكتبه. Okay. وده هو اللي بيتنفذ لما يحصل الانتربت. For every interrupt there is a fixed location in memory that holds the address of its ISR. عامة الانتربتس يعني المايكرو كنترولرز بقى فيها انتربتس متعددة. طبعا المايكرو كنترولر اللي احنا شغالين بيه اللي هو البيزك 851 ده طبعا يعتبر ضعيف في الانتربتس لان هو ليه 5 sources of interrupts بس، اللي هم 2 external interrupts و 2 timer interrupts و 1 serial interrupt. المايكرو كنترولرز الحديثة زي الفاميلي بتاعت ال AVR وال ATX ميجا وال ARM ممكن توصل interrupts فيها ل 40 و 50 interrupt. The group of memory locations set aside to hold the addresses of ISR are called interrupt vector table. طبعا كل واحد من الانتربتس دول المفروض زي ما قلنا اول ما بيجي بيتنفذ accordingly interrupt service routine خاص بيه. طب الانتربت سيرفيس روتين ده هيتكتب فين؟ هو ده المقصود بالانتربت فيكتور تيبل. لكل انتربت مرتبط بيه رقم في الميموري، ادرس في الميموري بيروح له اوتوماتيك اول ما الانتربت ده يجي، والادرس ده اوريدي فيكسد من الديزاين او من الشركه اللي عامله المايكرو كنترولر. بتقول لك لو جالك مثلا اكسترنال انتربت 1 روح لادرس مثلا كذا، لو جالك اكسترنال انتربت 2 روح لادرس تاني وهكذا. اليوزر بقى عليه ان هو في الادريسيز دي يبتدي يكتب ايه الانتربت سيرفيس روتين بتاعه. Upon activation of an interrupt the microcontroller goes through the following steps. ده اللي بيحصل لما ايه يجي الانتربت. It finishes the instruction it is executing and saves the address of the next instruction PC اللي هو البروجرام كاونتر اون ذا ستاك. وده اللي بيحصل وانت بتعمل كولينج للسب روتين، يعني لازم طبعا يخلص يشطب يعني الانستراكشن اللي هو عمل له فيتشنج من الميموري، اوكي؟ ويبتدي ان هو يخزن البروجرام كاونتر اوف ذا نيكست انستراكشن في الستاك. It also saves the current status of all the interrupts internally. This is not on the stack. بيخزن بقى حالات الانتربتس المختلفه، بيخزنها عنده في بيتس معينه او ريجسترز معينه، ودي طبعا مش حاجه خاصه بالبروجرامر ان هو يعمل لها هاندلنج. It jumps to a fixed location in memory called the interrupt vector table that holds the address of the ISR. وده اللي احنا اتكلمنا عنه السلايد اللي فات. The microcontroller gets the address of the ISR from the interrupt vector table and jumps to it. It starts to execute the interrupt service table subroutine until it reaches the last instruction of the subroutine which is RETI or return from interrupt. الفرق بين ال normal subroutine وال interrupt service routine
ان هو في نهاية السبروتين بننهي بأمر return RET. في نهاية الـ interrupt service routine بينتهي بـ RETI اللي هو return from interrupt. Upon executing the return from interrupt instructions, the microcontroller interrupts the place where it was interrupted. First, it gets the program counter address from the stack by popping the top of 2 bytes of the stack into the PC, then starts to execute from that address. أول ما بينفذ الـ return from interrupt بيبتدي يعمل إيه؟ بيretrieve الـ address بتاع الـ program counter اللي already خزنه في الـ stack اللي هو بتاع next instruction وقت ما حصل interrupt, بيعملوا retrieving يحط في الـ program counter تاني ويبتدي بقى من location ده يكمل execution للـ program بتاعه. 6 interrupts are allocated as follows. الحقيقة هم 5 interrupts بس مش 6, لان هو هنا دخل في اعتباره reset as a master interrupt. والreset طبعا في اي مايكرو كنترولر متعرف عليه ويعتبر master interrupt, يعني اول ما تعمل reset يحصل ايه, مايكرو كنترولر يسيب كل اللي بيعمله يروح يكسكيوت instructions starting from address معين. هنا عندنا في ال 851 start from address 0, فممكن نقول احنا عندنا 5 sources of interrupts, والreset ده كده كده master interrupt يعني فوق الكل يعني. فالخمسة اللي احنا بنقول عليهم, عندي 2 external interrupts, 2 interrupts are set aside for, sorry, 2 interrupts are set aside for the timers, 1 for timer 0 and 1 for timer 1. هقولنا ان في عندي 2 timers في ال 851, basic 851, ممكن كل timer فيهم اعمل له setting انه generate interrupt زي ما هنشوف, او ناخد الشابتر بتاع التايمر اول ما يحصل حاجة اسمها overflow, او ان التايمر يوصل للماكسيمم كاونت الموجود فيه, او الكاونت اللي فيه بتوصل للماكسيمم فاليو. وده يعتبر نوع من انواع الانترنال انتربتس لان هو جوه المايكرو كنترولر. وعندي 2 انتربتس ار سيت اسايد فور هاردوير اكسترنال انتربتس, واحد على بين P3.2 اسمه INT0 وواحد على بين P3.3 اسمه INT1, ودول اسمهم اكسترنال انتربتس. وعندي خامس واحد serial communication interrupt. serial communication has a single interrupt that belongs to both receive and transmit, وده يعتبر برضو internal interrupts, يعني اول ما تيجي حاجة في ال serial buffer بتاعت المايكرو كنترولر مطلوب انها تتقرا, ممكن يعمل interrupt المايكرو كنترولر عشان automatically يروح يقرا الايه اللي موجود في البفر. دي ال vector table, interrupt vector table اللي احنا اتكلمنا عنه, ان كل نوع interrupt ليه associated معاه address بيبتدي المفروض اليوزر يكتب فيه ال interrupt service routine. فعندي reset هو 0, وده طبعا احنا عارفينه كويس, وعارفين ان احنا اول program بتاعي بيبتدي من address 0 ال execution, ولازم انا ال assembly program اللي اكتبه اكتب اول سطر فيه originate 0000H. بالنسبة لبقية الـ interrupts, عندي الـ external hardware interrupt INT0 الـ address الخاص بي الـ associated معاه 0003 والـ timer 0. هنا طبعا INT0, TF0, INT1, TF1, RI or TID أسماء bits أو flags هنشوفها later, بس ده الخاص الـ timer flag 0 ده اللي هو الفلاج اللي بيحصل يبقى set 1 أول ما الـ timer يحصل له overflow اللي احنا قلنا عليه, يبتدي المايكرو كنترول مفروض اوتوماتيكالي يروح لادرس بي. لو external hardware interrupt 1 جاء يبقى يروح لادرس 13, وكل دول بالهكسديسمال. لو تايمر فلاج 1 جاء بيروح يكسكيوت بروجرام ات ادرس 1 بي. ولو serial communication سواء transmission or reception حصلت يروح لادرس 23 هكسديسمال. وبالتالي البروجرام بتاعي اللي احنا متعودين عليه كنا بنكتب originate 0 ال jump main, والمين ممكن نكتبها في اي مكان, نعمل مثلا originate 30h ونكتب البروجرام بتاعنا وننهي. ده النورمال بروجرام without interrupts. لو في interrupts بياخد شكل تاني زي ما هنشوف. هنتكلم هنا على enabling and disabling of an interrupt. upon reset all interrupts are disabled or masked, meaning that none of them will be responded to by the microcontroller if they are activated. The interrupts must be enabled by software in order for the microcontroller to respond to them. يبقى انا initially كل الانتربتس are disabled, مش شغالة, عشان انا شغالة
لازم اكتب بالسوفت وير او املا ريجسترز معينه او اكتب انستراكشنز معينه عشان تنيبل الانتربتس. الريجستر المسؤول عن انيبلنج الانتربت عندي في ال 851 بيز مايكرو كنترولر اسمه IE interrupt enable. اوكي ده is responsible for enabling او unmasking and disabling masking the interrupts. دي الفلاجز بتاعت الريجستر IE وهو بيت ادريسبل، يعني ممكن ناكسس البيتس بتاعته individually او ممكن اكتبه مثلا IE.7 دي البيت رقم 7 في الـ IE register اللي هنا اسمها EA، و EA هي enable all. لازم البيت دي تبقى واحد عشان يبتدي ان هو ياخد action ويشغل اي interrupt موجود من الخمسة interrupts الموجودين قدامنا اللي هم على اليمين. EX0 هي البيت اللي انا لو خليت فيها واحد يبقى انا عايز اشغل external interrupt 0. لو جه البيت ET0 لو بواحد يبقى انا عايز اشغل interrupt بتاع التايمر او enable sorry interrupt بتاع التايمر. EX1 enable external interrupt 1، ET1 enable timer 1 interrupt، ES enable serial interrupt. ET2 هو خاص بتايمر 2 وده موجود في ال 852 مش موجود عندنا في ال 851. فبالتالي الكلمه الهكسديسمال اللي هتتكتب في البايت اللي هو IE هتحدد لي انا هشغل اني interrupts وهلغي اني interrupts. طبعا ممكن تشغل اكتر من interrupt في نفس الوقت عن طريق ان انت تحط 1 في البيت المقابله ليه، بس كده او كده لازم الجلوبال interrupt enable اللي هو ال EA بيت تبقى ب 1. To enable an interrupt we take the following steps. Bit D7 of IE register must be high. زي ما قلنا ده الجلوبال interrupt enable that allows the reset register rest of registers to take effect. The value of EA if AA is equals 1 interrupt are enabled and will be responded to if the corresponding bits in IE are high. Okay, if EA equals 0 no interrupts will be responded to even if the associated bits of the IE register is high. يبقى انا لو حطيت 0 في ال EA bit حتى لو حطيت 1 في اي واحده من البيتس بتاعت enabling الانتربتس المختلفه مش هيتاكت للانتربت ده او مش هيتنفذ الانتربت سيرفيس روتين الاسوشيتد معاه الا لما يكون الاي اي ب 1. مثال كده بسيط show the instructions to enable the serial interrupt timer 0 interrupt and external hardware interrupt 1 اللي هو الاي اكس 1 and b disable mask the timer 0 interrupt then c show how to disable all interrupts with a single instruction. مش مشكله move ie comma hash 1 عشان الاي اي تبقى ب 1 وبحط 1s في البيتس الاسوشيتد مع الانتربتس او المقابله الانتربتس اللي هو طلبها مني اللي هو الاكسترنال انتربت السيريال انتربت تايمر 0 انتربت واكسترنال انتربت 1 هحط 1 1 1. another way to perform the same manipulation is زي ما قلنا الاي اي ده بيت ادريسبل ريجستر فبالتالي ممكن اكسس البيتس بتاعته انديفيديولي، يعني ممكن ان انا اكتب سيت بيت اي اي دوت 7 سيت بيت اي اي دوت 4 وهكذا عشان اسيت البيتس الموجوده هنا. بعد كده بيقول لي نمبر بي disable mask the timer 0 interrupt. اوكي يبقى فين تايمر 0 interrupt اللي هي البيت رقم 1 في الاي اي ريجستر، فانا ممكن اكتب clr clear ie.1. واخر حاجه show how to disable all interrupts with a single instruction يبقى clr ie.7 ده disable call الانتربتس الموجوده. السلايد دي هتتكلم على التايمر انتربتس واحنا ما خدناش لسه التايمر والاوبريشن بتاعه والحاجات الريليتد ليه، فاحنا هنأجل موضوع التايمر انتربتس ده لحد ما نتكلم على التايمرز في محاضره تانية ونرجع تاني نتكلم على الانتربتس بتاعه التايمر. فبالتالي هنعمل سكيبنج للسلايدز دي، اي حاجه خاصه بالتايمر انتربت نعملها سكيبنج وندخل على الاكسترنال هاردوير انتربتس. فوكس في السلايد في الجزء الانتربتس هنا على الاكسترنال هاردوير انتربتس. بالنسبه للاكسترنال هاردوير انتربتس عندي 2 انتربتس P3.2 اللي هي بين 12 في المايكرو كنترولر، P3.3 اللي هي بين 13 في المايكرو كنترولر. دول اسمهم INT0 انتربت 0 اند انتربت 1 are used as external hardware interrupts. طبعا خلينا نقول ان في المايكرو كنترولرز
ادفانسد زي الاي في ار فاميلي، ممكن تلاقي بعض المايكرو كنترولرز كل الانبوت اوتبوتس عليها كلها انتربتس. يعني لو المايكرو كنترولر عنده 4 بورتس كل بورت 8 بينز، يبقى انا عندي 32 انتربت. هنا انا عندي اكسترنال انتربت، هنا انا عندي جاست 2 انتربتس. ذا انتربت فيكتور تيبل لوكيشنز 3 اند 13H are set aside for interrupt 0 and interrupt 1. دي اللوكيشنز اللي لما بيجي الانتربت ده بيروح عندها ويتنفذ الانتربت سيرفيس روتين، او لازم البروجرامر يخزن عند الادريسز دي الانتربت سيرفيس روتين to be executed when this interrupt happen. There are two activation levels of for the external hardware interrupts. عندي نوعين، عندي حاجه اسمها level interrupt و edge interrupt. ببساطة الانتربت ده ابسط شكل من اشكاله او ابسط حاجة يتجرب بيها هو ان انت تحط بوش باتن على البين دي في المايكرو كنترولر، اوكي، وتبتدي ان انت تشوف الايه اللي هتشغل ازاي، هتوصلها باللو على طول ولا هتبقى هي نورمالي هاي وتديها سيجنال لو، يعني نيجاتيف اتش. خلينا برضو نقول نعمل extension ونقول الادفانسد مايكرو كنترولرز ممكن الليفلز ما تبقاش التو كيسز دول بس، لا ممكن تبقى interrupt on high level او interrupt on low level او interrupt on positive edge او interrupt on negative edge او interrupt on change. يعني لو حصل اي تغيير في اللوجيك من 1 ل 0 او من 0 ل 1 يبتدي يحصل interrupt. الكلام ده طبعا في الـ AVR family. بالنسبة للاكتيفيشن بتاع الانتربت 0 وانتربت 1 بيجي لي على البناية اللي هي INT0 اللي هي P3.2 او P3.3، يا اما اشتغل level triggered يا اما اشتغل edge triggered. edge triggered معناها لازم البين تبقى normally high وتنزل low، تمام، فساعتها البين اسم الفلاج اللي اسمه IE0 بيبقى set 1، وده فلاج موجود في ريجستر اسمه تيكون هنتكلم عليه، وعلى هذا الاساس يبتدي ان هو يروح ينفذ الانتربت سيرفيس روتين اللي عند ادرس 3. نفس الكلام بالنسبه للانتربت 1. لو انت شغال ليفل تريجرد يبقى لازم يبقى البين دي عليها لو على طول، وده بيحصل في ريتريجرنج للانتربتس. يعني لو انت جوه الانتربت ولقى البين لو يحصل ينفذ الانتربت تاني وهكذا وهكذا. In the level triggered mode INT0 and INT1 pins are normally high. يبقى normally high غالبا نوصلهم ما بنوصلهمش بحاجة لان الفلوتنج normally بيبقى high، او عشان make sure ان هما ما فيش interrupt بنوصلهم بريزيستنس مثلا 10 كيلو اومز بال سوري انا اسف. In the level triggered mode INT0 and INT1 are normally high، يعني ممكن يكونوا زي ما قلنا floating او متوصل عليهم مقاومة بال 10 كيلو اوم بال VCC. If a low level is applied to them it triggers the input. If a low level is signal is applied to them it triggers the interrupt. يبقى انت بتدي low level على البناية دي، تمام، then the microcontroller